بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس، أنا أهلا ومرحبا بكم مع ثالث حلقات الفيزياء، وهي أول حصة من حصص المنهجية بعد حصتي التأسيس، وهي بعنوان الحركة الاهتزازية. طبعا خدنا قبل كده حاجة اسمها الحركة الدورية في سنة أولى ثانوي، وعرفنا أنها حركة تتكرر على فترات زمنية متساوية. يعني أي حاجة بتتكرر على فترات زمنية متساوية اسمها الحركة الدورية. زي إيه مثلا؟ زي مثلا دوران الأرض حول نفسها، فإنه يتم على فترات زمنية متساوية، كل 24 ساعة بتكمل الأرض دورة حول نفسها. طيب، بتكمل الأرض دورة حول نفسها كل 24 ساعة، ومنها تعاقب الليل والنهار اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. ثم الحركة الدائرية، زي ما انتم عارفين القمر بيدور حوالين الأرض كل شهر، والأرض بتدور حوالين الشمس كل 365 يوم وربع سنة. إذا الأرض بتدور حول نفسها وأيضا حول الشمس، فهي عندها النوعين دول. فالحركة الدورانية والدائرية الاتنين من أنواع الحركة الدائرية. يبقى الحركة الدورانية والحركة الدائرية الاتنين، الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم كلام بسيط جدا. إيه هو؟ إن الحركة الدورانية بتكون الجسم بيتحرك حول محوره، أما الدائرية فإن الجسم يتحرك في مسار دائري، يعني دايرة بتبقى نصف قطر. الحركة الاهتزازية زي الشوكة الرنانة والحاجات اللي هناخدها، الجسم فيها بيتحرك حول موضع سكونه، يعني فرعي الشوكة كل فرع منهم يمثل حركة اهتزازية، فهو يعتبر مصدران مهتزات. ثم الحركة الموجية زي موجات الماء، وهي مجمل الحركات الاهتزازية لمجموعة من المهتزات. زي ما نعرف ان جزيئات المية لو اهتزت كلها في وقت واحد، الدايرة اللي على بعضها ديت، فتعمل قمة أو قاع، فديت بنسميها حركة موجية، وهندرس الحركة الاهتزازية والحركة الموجية بالتفصيل الممل. طب اديني أمثلة غير اللي فاتت دي عن الحركات الدورية والدورانية والدائرية والموجية والاهتزازية والكلام ده كله. طبعا المرجحة اللي انتوا شايفينها بتدور حول محورها، دي حركة دورانية. المروحة وهي بتدور حول محور ثابت اللي هو في السقف، ده حركة دورانية. التروس اللي انتوا شايفينها عندها اكس بتدور حوالين منه، المنطقة ديت كده شاور بيها بالقلم كده اهي، المنطقة ده اهي، ده اسمه المحور، ده كده اسمه المحور، ودي حركة بدوران الجسم حول محور. ديت دوران اهو زي ما انتم شايفين، القمر بيدور حوالين الارض، والارض والقمر بيدوروا حوالين الشمس. ادي الشمس اهي، وادي الارض اهي، وادي القمر، وزي ما انتم شايفين الحركة قدامكم. حركة الأرجوحة بتاعت الملاهي زي ما انتم شايفينها، كل دي من الحركات المتكررة. مرة تانية دوران الإطار ده حول محوره، أهو حركة دورانية. دوران الأرض زي ما احنا لسه واخدينها حول الشمس، وأدي قرص الشمس أهو. الحيوان اللي بيدور حوالين المحور ده في الساقية، ده محور أهو، وده الحيوان بيدور في المسار الدائري ده أهو. طبعا ده يعتبر، طبعا يعتبر حركة للجسم حول محوره. كذلك السيارة اللي بتتحرك في مسار دائري في الميدان، دي تعتبر حركة دائرية. السيارة اللي بتتحرك زي ما انتم شايفين في المسار الدائري، بتتحرك حركة ايه؟ دائرية، اهي في المسار ده. ادي السيارات اهي زي ما انتم شايفين في المنعطفات، بتتحرك حركة دائرية. الكرة دي بتتحرك حركة دائرية، وبيبقى في حاجة اسمها السنتر بيتر فورس والسنتر فوكال
السنتر بيتال اللي هي الحركه او الكره المركزيه، السنتر بيتال فورس الكره المركزيه، ودي خدناها في الصف الاول الثانوي. المصادر المهتزه وامثلتها اربعه: البندول البسيط المهتز، فرعي الشوكه الرنانه المهتزه، الوتر المشدود المهتز، الثقل المعلق في ملف زنبرجي ويهتز اللي بنسميه اليويو، اللي هو لعبة الأطفال المعروفة. تعالوا نشوف النشاط اللي قدامنا. هنجذب ثقل مربوط في ملف زنبرجي نحو اليمين، ثم نتركه فنلاحظه أنه يتأرجح على يعني جانبي موضع سكونه. إزاي؟ تعالوا كده. أهو نضع ثقل على سطح أفقي أملس مثبت أحد طرفيه في زنبرك والآخر مثبت في حائط، يعني الزنبرك عنده طرفين، طرف في الحائط وطرف الثاني اللي أنا همسكه فيه. وبعدين بمجرد ما نسحبه يبقى فيه قوة مرجعة بترجع الجسم ده في الاتجاه المعاكس. طبعاً عند رسم الأماكن اللي هيتحرك حولها، هو أنا سحبته كده وسبته فرجع. طبعا عند رسم المنحنى اللي بيتحرك بموجب الثقل، لو خدناه كده اهو احنا سحبنا الجسم وسبناه فرجع للموضع السكون بتاعه اللي هو عنده الاكس او الدي بتساوي صفر، بعد ما كان الاكس بتساوي موجب ايه والاكس هنا هتساوي سالب ايه. نجد ان هو بيهتز على جانبي موضع سكونه. لو وصلنا النقاط دي ببعضها هتمثل لي المنحنى الجيبي. نحصل على منحنى جيبي وهو ما يميز الحركه الايه التوافقيه. تعالى كده لو عندنا بندول بسيط. البندول البسيط بيهتز على جانبي موضع سكونه. بص بقى هنا الموضع ده الإزاحة فيه بتساوي صفر، الدي أو الإكس فيه بتساوي كام؟ صفر. يبقى هنا الإزاحة الدي أو تسموها إكس بتساوي إيه؟ صفر. يلا كده هنخلي الجسم يهتز. الله استنى. يعني هو هنا كان في الموضع إكس اللي هو الموضع ده اللي هو عند موضع السكون اللي هو الدي بتساوي صفر أهو. وبعدين اتهز فجه هنا. هوب بقى عند الإيه؟ الموجب إيه؟ كده أول ساعة اهتزازها قطعها. بعدين يا مستر طبعا البندول مش هيقعد في المكان ده، أمال قال هيهتز في الاتجاه المعاكس، رجع من موجب إيه لصفر، وبعدين راح عند السالب إيه أهو بقينا عند السالب إيه، وبعدين رجعنا عند الصفر. الله، طب ما المنحنى بتاع الدي تي، الدي بالمتر اللي هو الازاحه بالمتر والزمن بالثواني، منحنى سهل يعني مش صعب يعني على حاجه. جميل جدا جدا، مفيش اي مشكله في هذا المنحنى. انت بتشوف البندول كان فين؟ لو كان عند الاكس، طبعا هو بيكون موضح لي في الامتحان كل حاجه. طيب ناخد منحنى كمان. لو افترضنا انه جاب لك الرسمه بادئ البندول من اول السالب A وقال لك يلا حرك، في الحاله ديت هنشوف ايه اللي هيحصل. هو الوقت عند السالب A يعني في المنطقه دي صح؟ اهو جه عند الصفر، بقينا عند الصفر ادي في النقطه دي، راح للموجب A اهو، رجع للصفر، رجع للسالب A يعني جه هنا لا. يعني هو لو جاب لي البندول ده وعمل لي بس خطين، خط ماشي كده وخط راجع كده، فانا هقول له ايه؟ استنى يا حبيبي، بص الجسم كان عند السالب A نقطة في السالب A، عدى على الصفر على الموجب A، عدى على الصفر على الموجب A، ووصلنا دول بايه؟ بالمنحنى الجيبي المعروف. بعدين انا راجع تاني اهو من عند الموجب A للصفر للسالب A،
من عند الموجب ايه للصفر للسالب ايه اهو. هل المنحنى ده زي المنحنى اللي فات اللي هو ده؟ لا، شوف هنا البندول كان فين؟ كان هنا، راح يمين عند الموجب ايه، رجع، راح شمال، رجع. يبقى خلي بالك في الرسمة احنا بنرسم ازاي، اهو 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 اهو. طيب يا استاذ، انت رسمت لي البندول لما كان في منحنى الدي تي، ما تيجي ترسمه لي في منحنى الفي تي اللي هو السرعة زمن. اقول لك استنى، السرعة هنا قيمتها صفر عند اقصى ازاحة، وهنا قيمتها صفر عند اقصى ازاحة، وفي النص بتبقى السرعة عند موضع السكون قيمة ايه؟ قيمة عظمى، لان الجسم كلما اقترب من موضع السكون طبعا في قوة، احنا قلنا القوة المرجعة اللي بترجع الجسم هي اللي هتأثر عليه، فهتبقى يعني قيمة السرعة هنا أقصى إيه؟ أقصى ما يمكن. تعالى كده، جسم بادئ من سكون وراجع سرعته بتزيد وبعدين بتقل مرة إيه؟ تانية. طب هو ماشي كده يمين ولا ماشي شمال؟ ماشي يمين، يبقى السرعة هنا قيمتها موجب، يعني شرط الاتجاه بتاعها موجب. طيب أنا بادئ الوقت من عند سرعة صفر، عند الصفر وأحط نقطة، يبقى أنا هنا مش بمثل دي، لأ أنا بمثل سرعة. يعني أنا لو همثل منحنى الإزاحة زمن هيبقى إزاي؟ هبقى بادئ من أقصى إزاحة سالبة لصفر لأقصى إزاحة موجبة لصفر لأقصى إزاحة سالبة، وهيبقى المنحنى عامل كده. ده هيبقى منحنى مين؟ منحنى الدي تي. الدي اللي هي الإزاحة مع الزمن، منحنى السرعة، لا أنا بادئ من سرعة صفر وبعدين سرعة موجبة أقصى قيمة وبعدين صفر وبعدين سالبة أقصى قيمة، ماشي، وبعدين صفر. لو طلعنا هنا دي 1 2 3 4 نفس الشيء. تعالوا نشوف كده، آدي أول حاجة من صفر لقيمة عظمى لصفر لقيمة عظمى لصفر. يبقى كده يا مستر احنا ماشيين مظبوط، مفيش فيه عندنا اي مشكلة خالص، بدأنا. بس هل منحنى الإزاحة زمن زي منحنى السرعة زمن؟ ده عكسه تماما، في فرق طور بينهما قيمته 90 درجة. يعني ايه؟ يعني لما يكون ده صفر يبقى ده قيمة ايه؟ قيمة عظمى، ولما يكون ده قيمة عظمى ده يبقى صفر، ولما يبقى ده صفر ده يبقى قيمة ايه؟ عظمى، وهكذا. يعني ده قيمة عظمى، ده صفر، ده صفر، ده قيمة ايه؟ عظمى. لسبب بسيط، عندما تكون الإزاحة أقصى حاجة، يعني الدي هنا بتساوي موجب ايه؟ طبعا بتساوي موجب ايه عدديا، الدي بتساوي موجب ايه عدديا. تعالى كمان منحنى الجسم هنا عند الفي ماكس. واحد يقول له يا استاذ هو ينفع الجسم يبدا من سرعه قيمه عظمى؟ يا عم اسمعني، ده بندول هو اساسا بيتحرك باستمرار. شوف الكلمه وشوف معناها، انت بتقول بيتحرك ايه؟ الله يكرمك، ركز معانا علشان تبقى الامور واضحه، بيتحرك باستمرار. هنا في يعني حاجه لازم تكون عارفها، الحركة المستمرة معناها إن هو البندول أوريدي بيتحرك، هو بطبيعتها عمال يتحرك، شغال بالكهرباء أو مش أنت يعني، مش دي مش مرجيحة أنت بتعملها، لا مش حاجة طبيعية، لا ده دي حاجة شغالة بحجارة زي اللي في ساعة الحائط. أنت بتمثل حركته من أول الموضع ده، وهو طالع وهو نازل وهو رايح وهو جاي، بتمثل حسب المطلوب. يعني ده معناه إن البندول ده كان قبل كده متحرك، بس إحنا بنبدأ يعني تمثيل الحركة من أول هنا، تمام؟ طيب بدأ من عند الموجب، من عند الفي ماكس، وكمنه ماشي يمين فخدناه موجب لأنه ماشي كده، فكده يبقى موجب في ماكس وصل لسرعة بتساوي كام؟ إيكوال زيرو، يبقى من في ماكس بقى السرعة بكام؟ بصفر. لسالب في ماكس لأنه رجع في الاتجاه المعاكس، للصفر مرة تانية عشان السرعة هنا بصفر، لموجب في ماكس. شفت المنحنى طلع ازاي؟
طب يا مستر، ما تعرفش ترسم لنا منحنى الإزاح عشان نقارن معاه برضه ونشوف اللي أنت قلته من شوية؟ تعالى يا حبيبي نبدأ من الأول تاني. هنا كانت الإزاحة بصفر أهي، وصل بعد كده لأقصى قيمة موجبة أهي، وبعدين صفر، وأقصى قيمة سالبة، وبعدين صفر. يبقى كده أهو أهو أهو. هل المنحنى ده زي ده؟ لأ. لما كان ده قيمة عظمى في اللحظة دي كان ده صفر، لما ده بقى صفر في اللحظة دي بقى قيمة عظمى، ده بقى قيمة عظمى سالبة ده صفر، ده بقى صفر ده بقى قيمة عظمى، ده بقى قيمة عظمى ده بقى صفر، يعني عكس بعض على التمام. تمام. طبعا الشكل ده انيميشن جميل، احنا يهمنا فيه الرسمة الأولى والتانية، وبرضو هنتكلم في الرسمة الثالثة للي عاوز مزيد من المعرفة. ايه بقى المقرر علينا؟ الاكس والتي اللي هي الازاحة والزمن، وكمان الفي والتي اللي هي السرعة والزمن. طبيعي يا اولاد ان في الاول، بص بص الحركة دي، ها شوف، كانت الازاحة هنا بصفر، السرعة قيمة عظمى. هنا بص لو خدت كده اهي اهي اهي، شوف بص، تعالى كده في اللحظة دي لما كان السكل هنا، بص 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 السكل فين؟ أهو عند النقطة ديت كانت قيمة الإزاحة قيمة عظمى، السرعة من كام؟ بصفر. طب ديت كانت السرعة بصفر، الإزاحة قيمة إيه؟ عظمى، لأن عند أقصى مكان السرعة بتبقى إيه؟ تبقى صفر. طيب وهكذا. طب إيه قصة العجلة؟ هتلاقي منحنى العجلة زمن زي منحنى الإزاحة زمن بس مقلوب، لأن هي العلاقة بينهم بصراحة يعني في حاجة اسمها الإزاحة الزاوية والسرعة الزاوية، مش علينا، لكن تقدر تقول إن المنحنى ده والمنحنى ده لو قلبت السالب مكان الموجب يديك نفس المنحنى، يعني الصفر هنا صفر هنا، القيمة العظمى هنا قيمة عظمى هنا، بس الموجب هنا سالب هناك والعكس. ماشي، فخلي بالك علشان خاطر الأمور تبقى واضحة للكل أهو. نشوف يعني المنحنى ده الصفر هنا صفر هنا، ماشي، لأن ديت يعني ديت حاجة اسمها العجلة الزاوية اللي هي الألفا، وديت عبارة عن علاقة سالبة مع الإزاحة، ماشي، بيقولوا الالفا بتساوي سالب كي اكس. ليه يا استاذ؟ علشان خاطر الامور تبقى واضحه جدا جدا. تعالى بقى للازاحه. الازاحه طبعا لو ده من دول بيهتز على جانبي موضع سكونه، فبعد الجسم المهتز في اي لحظه عن موضع سكونه او موضع اتزانه الاصلي بنسميها الايه؟ الازاحه. يعني الحته دي كده اسمها ازاحه. طب في ما بينهم ملايين الازاحات، عدد انفينيتي من الازاحات، يعني من هنا لغايه هنا اصلا لو الجسم جه هنا اسمها ازاحه، لو جه هنا ازاحه، لو جه هنا ازاحه، لو جه هنا ازاحه. طب سعه الاهتزازه ده اسمها الدي اللي هي الديسبليسمنت. طب سعه الاهتزاز اسمها الامبليتيود، واقصى ازاحه للجسم الممتد بعيدا عن موضع السكون، ابعد مكان هيوصله هيبقى اسمه سعة الاهتزاز. بص يا أولاد، لو أنا يعني لو أنت معاك إزازة لتر مكتوب عليها سعة الزجاجة لتر، إيه معناها؟ يعني أكتر كمية مية ممكن إن أنت تحطها في الإزازة لتر. فخلي بالك إن الإزاحات يعني ممكن تكون عدد لا نهائي، كل نقطة، ولذلك هنا قلنا عند إيه؟ في لحظة ما. لأن عند كل لحظة، هل الإزاحة عند اللحظة دي زي الإزاحة هنا، زي الإزاحة هنا، زي الإزاحة هنا؟ لا، ولا زي الإزاحة هنا، ولا هنا، ولا هنا، ولا هنا. بس لازم الإزاحة في كل مرة تتحسب بدءًا من موضع السكون، يعني ما ينفعش تقول على دي إزاحة. لذلك قال إيه؟ عن موضع سكون. يبقى بعد الجسم المهتز فيه لحظات ما عن موضع إيه؟ سكون.
أما ساعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة للجسم المهتز بعيد عن مر الثقوب. ممكن أقول لو السرعة هنا بصفر والسرعة هنا قيمة عظمى، يبقى المسافة بين نقطتين في مسار حركته تكون سرعته في إحداهما أقصاها وفي الأخرى منعدمة. لو المسافة ما بين المكانين دول بيسموها ساعة الاهتزاز. ما الاهتزاز الكاملة إيه؟ الاهتزاز الكاملة حركة الجسم المهتز. بص بقى، هي أربعة ساعة اهتزاز. دايما الكومبليت فايبريشن عبارة عن أربعة أمبليتيود. يعني الاهتزازة الكاملة عبارة عن أربعة ساعة اهتزاز. لو الجسم هنا راح لأقصى إزاحة موجبة ورجع كده نص ساعة اهتزاز، نص اهتزاز كامل، وبعدين راح لأقصى إزاحة سالبة وبعدين رجع، دي اهتزازة كاملة. تعالوا نشوف الاهتزازة الكاملة بتتمثل عشان تدينا إزاي. بص يا حبيبي، أنتوا عارفين الاهتزازة الكاملة يعني كأنها دورة كاملة، يعني 360 درجة. تعالوا نشوف الجسم هنا عند الصفر أهو، هيروح لأقصى إزاحة، يعني هو كان هنا في البداية راح لأقصى إزاحة بعدين رجع كده نص اهتزازة كاملة. أدي صفر وأدي 90 درجة وأدي 180، نص دورة يعني نص اهتزازة كاملة، وبعدين رجع للسالب كده بقينا في 270، رجع للصفر أدي 360 درجة أو الصفر مرة تانية. كده كملنا دورة كاملة، كملنا اهتزازة كاملة. يبقى يا أستاذ الاهتزازة الكاملة لازم تتضمن أربعة ساعة اهتزازة، ودي حركة الجسم جانبي موضع سكونه. بس خلي بالك يمر بنقطة واحدة مرتين متتاليتين بنفس الطور، يعني نفس الاتجاه ونفس السرعة. طب نفس الطور دي يا مستر ايه؟ تعالى يا عم ما ندرسها بالتفصيل وهنشوف ايه الوضع ببساطه كده. بس قبل كده تعالوا نتعرف على بعض الاسئله اللي موجوده في الواجب المنزلي للاداءات المنزليه اللي منزلاها على موقع الوزاره، ونحل مع بعض الحاجات المهمه بالنسبه لنا. الشكل ده بيوضح ثقل معلق في ملف او سلك زنبورقي يحدث حركه توافقيه بسيطه، فإن السرعة تنعدم عند أنهي نقاط؟ طبعا طالما ده موضع السكون السرعة تنعدم عند النقطة دي هتبقى بصفر اللي أقصى إزاحة موجبة، وعند السرعة دي هتبقى بصفر اللي أقصى إزاحة سالبة. يبقى عند الزد وعند الإن، إنما هنا هتبقى قيمتها قيمة إيه؟ عظمى. في الصعود هيبقى رايح للموجب وفي الهبوط هيبقى نازل على السالب. يمثل الشكل أحد أذرع شوكة رنانة مهتزة. أي مسار يمثل حركة يمثل إزاي كاملة؟ قول له حاضر. شوف، وعشان تمثل اهتزازة كاملة لو مشينا من A لC لB، من A لC لB، دولت مش اهتزازة لأنها دول 3 ساعة اهتزاز. 3 ساعة ما ينفعش معايا، أنا عايز 4. طب من A لC لA راح كده الاتنين ورجع كده الاتنين، يبقى الكلام ده مظبوط. طب هل من B لC لB؟ من B لC لB دول اهتزاز ساعتين، تنفعش. طيب من B لC لA، من B لC لA دول ثلاثة برضو ما تنفعش. يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط، يبقى هي دي اهتزازة كاملة، يبقى فعلا B. تمام. بصوا يا أولاد، في حاجة اسمها التردد. لو أنا قلت لك أنت بتتردد على المدرسة كم مرة في الأسبوع؟ ببساطة شديدة هتقول لي مثلا 5 أو 6 مرات في الأسبوع، على حسب مدرستك بتروح السبت ولا ما بتروحش. لو بتروح السبت يبقى 6 أيام بتروحهم، يبقى 6 مرات في الأسبوع. لو قلت لك بتتردد مثلا على المسجد كم مرة في اليوم؟ هتقول لي 5 مرات في اليوم. إحنا عندنا التردد له مفهوم، أي عدد على زمن. طالما ان الحاجة دي بتتم بشكل منتظم ومتكرر فهي حركة متكررة، فتقسم عدد التكرارات على الزمن بالثواني. عدد التكرارات على الزمن بالايه؟ بالثواني. فطبيعي ان عدد الاهتزازات على الزمن بالثواني يدينا التردد. الزمن الدوري بقى عكسه مقلوبه. يعني ازاي بقى؟ هقول لك. لو احنا جينا على الطائر ده بيهتز بجناحيه،
مين اللي عدد اهتزازاته أكتر؟ الطائر الأولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ طبيعي إن الأولاني ده بيعمل عدد اهتزازات بيعمل حوالي 35 اهتزازة كل إيه؟ كل سنة. غير ده فده تردده أعلى. ده تردده أعلى. فالتردد أي عدد على إيه؟ على زمن. إنما لو جبنا السائق ده اللي بيلف في مسار دائري، لو قلت لك بيعمل مثلا دورتين خلال 10 ثواني، يبقى الدورة بيعملها في كام؟ فزمن الدورة الواحدة هتقسم العشرة على 2 فيها الخمسة، يبقى زمن على عدد. واضح إن ديت مقلوب، دي عدد على زمن، دي زمن على عدد. القلب، لو قلت ان القلب بيعمل 72 دقة في الدقيقة، احسب تردده وزمنه الدوري، زمن الدقة يعني. طبعا التردد 72 دقة في الدقيقة على 60، يبقى 72 على 60 مطلوبه اللي هي 60 على 72، يطلع الزمن الدوري. من دول ساعة الحائط اللي بيهتز على جانبي موضع سكونه أو اتزانه، يبقى التردد عدد الاهتزازات اللي هي نمبر على تايم، والزمن الدوري تايم على نمبر مقلوبها، ومنها نيو يا جماعة، نيو اللي وسط القطة، نيو بتساوي ان على تي. نيو اللي هو التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثواني. الزمن الدوري مقلوبه يبقى تي على ان. طب يا استاذ، بما ان الحاجة في مقلوبها يساوي واحد، ما انت يعني اضرب نيو في تي. نيو في تي كابيتال، ده ان على تي في تي على ان. هنشطب دول مع بعض وهنشطب دي مع دي، هتطلع فيها الواحد، ومن هيجي القانون ده. فالتردد هو مقلوب الزمن الدوري، والزمن الدوري هو مقلوب التردد. تعالى كده، ادي جسم بيهتز على جانبين موضع سكونه. طبيعي ان انت طالما عندك الزمن الدوري زمن 4 ساعات اهتزازه، يبقى لو اداك ساعة واحدة اضربها في 4 يديك الزمن الايه؟ الدوري. ومن هيبقى نيو بتساوي 1 على تي، يعني نيو بتساوي 1 على 4 تي اي. طبعا يا اولاد، النيو في تي بواحد يبقى النيو في تي اي بربع. ليه يا استاذ؟ ما انت ممكن تقول نيو والتي اي هي ربع الزمن الدوري. طب ديت في ديت بواحد يبقى فيها الربع. يبقى خلي بالك بقى من حاصل الضرب وحواصل القسمة ديت، عشان خاطر بتبقى في حاصل ضرب خارج قسم دي بتلخبط بعض الطلاب. التردد في الزمن بس، ما احنا خدنا قانون بيقول ان نيو بتساوي ان على تي. طب خدنا التردد في الزمن الدوري، نيو واحد على تي كابيتال، فنيو في تي سمول بان ونيو في تي كابيتال بواحد. طب نيو في تي اي، نيو في تي اي اقدر اقول ان نيو والتي اي هي ربع زمن دوري، يبقى نيو في تي في ربع. نيو في تي بواحد يبقى بتساوي ربع. ما يجيش بقى يضحك عليا يقول لي نصف زمن ساعة الاهتزاز. عادي، ما انت تقدر تقول نصف زمن ساعة الاهتزاز عادي. طب التردد على الزمن الدوري، والزمن الدوري على التردد، ويعني اي كمية على مقلوبة. ما هو نيو على تي بتساوي نيو على، اقدر اشيل التي واحط واحد على نيو ومقام المقام باست، يبقى مربع التردد. طب تي على نيو، اقدر اقول تي على نيو يساوي تي على واحد على تي مقام المقام باست، يبقى تي تربيع. يبقى الكمية على مقلوبها بتساوي مربع الباست، مربع الكمية. يبقى التردد على الزمن الدوري مربع التردد، الزمن الدوري على التردد مربع الزمن الدوري. تعالى كده نقارن ما بين التردد والزمن الدوري. تردد هو عدد الاهتزازات الكاملة اللي بيعملها الجسم تزج كل ثانية، يبقى عدد التكرارات كل ثانية. والزمن الدوري هو زمن الاهتزاز الكاملة، أو الزمن اللازم لإحداث أو عمل اهتزاز كامل. نيو بتساوي ان على تي، مقلوب الزمن الدوري 1 على تي 1 على 4 تي اي. الزمن الدوري تي على ان 1 على نيو، و4 زمن ساعة اهتزاز.
طبعا الهيرتز هو اهتزاز على الثانيه اللي هو سايكل بير سكند او ثانيه اس سالب واحد. منين؟ ان الزمن الدوري بالثانيه، ثانيه تحت تطلع في الباص تبقى ثانيه اس سالب واحد. ثانيه بتساوي ثانيه على السايكل، السايكل طبعا دي تمييز مش اكتر، وبتساوي هرتز اس سالب واحد. نيو على تي بتساوي نيو تربيع، وتي على نيو بتساوي تي تربيع، وبالتالي وحده القياس تبقى هرتز تربيع، سايكل على ثانيه الكل تربيع او ثانيه اس سالب اثنين. والمقلوب هنا تي على نيو بتساوي ثانيه اس اثنين او ثانيه اس اثنين على السايكل تربيع او هرتز اس سالب اثنين. بنستفيد من الحكايه دي في ايه؟ تعالى كده، اذا كان الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازه كامله هو 1/10 ثانيه، فإن عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في زمن قدره 100 ثانية هو نقط اهتزاز. تعال كده، تعال نقرأ ونطلع معطياتنا بالراحة. إذا كان الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة، يعني زمن الدوري، زمن الاهتزاز الكاملة زمن دوري، هو 1/10 ثانية، وعايز عدد الاهتزازات. طبعا التي بتساوي تي على ان، يبقى ال1/10 بتساوي 100 على ان، ومنها يبقى الان ب1000، لان هنضرب مقص هتبقى الان بتساوي 1 في 100 على 1/10، هتبقى 100 على 1/10 اللي هو على 10، مقام المقام بسط يطلع بكام؟ ب1000. يبقى الاجابه 1000 وهي الاجابه الصحيحه. بندول بسيط يتحرك حركه اهتزازيه، فاذا كان الزمن الذي يستغرقه الجسم ليتحرك من سي لاي لبي، من سي لاي لبي، طبعا دول 3/4 اهتزازه، يعني الان ب3/4 اللي هي 75%، يبقى الان بتساوي 75%، وادي الزمن وادي التايم. يبقى التي بتساوي تي على ان، يبقى التي عندنا ب6/10 والان ب75%. طب يعني يا مستر هتطلع كام؟ هتطلع 8/10 ثانيه، ودي الاجابه. طب معلش انا ممكن اجيبها بطريقتين كمان. عادي، لما يكون ال3/4 اهتزازه بيعملوا او بيحتاجوا 6/10 ثانيه، يبقى الواحد محتاج سي، ومقص هيبقى السين بتساوي 1/6/10 75%، ما هي نفس دي بالظبط. طب ممكن اعمل حاجه تانية، ايه هي؟ هو ال 75% دول الثلاث حتت صح؟ يعني ديت مع ديت مع ديت، هقسم ال 75% على 3 اجيب زمن ساعه الاهتزاز الواحد، هتطلع 25%. او 75% دلوقتي انا عندي جسم من هنا لهنا مشي عمل كام؟ 6/10 ثانيه. يعني دي ودي ودي 6/10، يبقى دي لوحدها 2/10، ودي 2/10، و2 من 10 ادي 2/10 ثانية. كده انا طلعت زمن ساعات الاهتزاز. الزمن الدوري 4 زمن ساعة اهتزازة، يبقى بتساوي 4 في 2/10 تطلع 8/10. يعني أكتر من طريقة للحل بصراحة، كلهم أحلى من بعض. الشكل المقابل يوضح جسم مهتز، يوضح جسم في مسار دائري. هو يا مستر ما ينطبق على الحركة الدائرية ينطبق برضو على الحركة اللي هي الاهتزازية؟ أيوة يا عم، أمال إيه؟ مهمة جدا 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 علشان خاطر الدنيا يعني تبقى مظبوطة معانا. يبقى نشوف، إذا كان تردد الجسم، خلي بالك انه مدينا التردد ب50، وهو عايز الزمن اللي يستغرقه لعمل الايه؟ عايز الزمن اللي يستغرقه عشان يمشي من A الى C. طيب يا مستر، يعني انا بحاول اسيبكم يعني دقيقه تفكروا، يعني بحيث ان برضو لما تيجي تتكلم يبقى الكلام واضح بالنسبه لك. انا نفسي تبقى انت يعني واخد الموضوع ببساطة، وفي نفس الوقت يعني زي ما تقول ايه، تاخد فرصة ان انت تفكر بعيد عن القوانين. تمام؟ في بعض الطلاب
وانا حسيت بيهم دلوقتي ان هو عايز يجيبها كالاتي: هو انا لو جبت التردد لو قلبته يدينا ايه؟ الزمن الدوري. طب لما يكون 1/50 ب2%، زمن الدوره كامله 2%، يبقى نص الدوره كام؟ اكيد 1%. ده من غير حاجه، ده يعني الاجابه تطلع بيت. طب لا، هنمشي بالقوانين. تعالى يا حبيبي، النيو ب50 والتي عايز والان بنص، يبقى نيو بتساوي ان على تي، اللي هي 50 بتساوي نص على تي، يبقى التي بتساوي 1% سكند. اهو ما عندكش مشكله، النيو ب50 والان بنص ومقص اهو، يعني هتقول 1/50 على 50. او بالطريقه اللي فاتت انت هتطلع الزمن الدوري بتساوي 1/نيو، يعني 1/50، هتطلع كام؟ هتطلع 2%. 2% عشان يعمل الدوره دي كامله. طب لو عايز امشي من هنا لهنا بس، يعني نص الملعب، يبقى 1% سنه. يعني في طلاب يعني بتحب انها ايه، تشغل دماغها في الربع والنص والثلاث ارباع ديت. خلي بالك انا بكلمك عن امتحان تابلت، امتحان 2020، وكان في السنه ديت امتحانين، واحد صباحي والتاني مسائي. الفكره انه دي مسائل امتحانات، واللي حاططها المركز القومي، وانت عارف بقى المركز القومي لما يحط سؤال يعني تحط تحت ايدك وتحت منه 50 خط، لان دي الفكر اللي الوزاره عايزاه. تمام؟ يعني احنا عايزين طلابنا يتدربوا على النوعيات دي من المسائل، ولذلك هتلاقيها في الواجبات الصفويه اساسيه، هتلاقيها في الواجبات المنزليه. احنا عندنا 3 حاجات لازم نفرق بينهم: الاداء الصفي، ودي حاجه المدرس بيشتغلها معاك في الفصل، هتلاقينا احنا هنا حاطينها وبنجاوبها معاك برضو علشان نفيدك. في حاجه اسمها الاداءات المنزليه، ده واجب بتعمله، بس المدرس ممكن يديك من الواجبات المنزليه او الاداءات المنزليه، ممكن يديك من ال10 اسئله مثلا 3 او 4 او 5، لا احنا هنحلهم ال10 هنا. طب التقييم الاسبوعي بيبقى 15 سؤال، لا احنا هنحل كل الاسئله ديت مع بعض هنا. احنا عايزين في منصه البث المباشر السنه دي بالذات تبقى سنه نوعيه، هنحل فيها اكبر بنك اسئله موجود للصف الثاني الثانوي على مستوى مصر كلها، جميع الاداءات الموجوده سواء الصفيه او المنزليه او حتى التقييم الاسبوعي. فعشان كده يا ريت الناس اللي معانا في منصه البث المباشر تبقى دايما معاها 3 حاجات: معاها الاله الحاسبه، معاها ورقه، معاها قلم. ليه؟ السؤال ده عجبني او مش فاهمه او حاجه، وحتى يعني انا عرفت من القائمين على العمل هنا ان الحصه بتظل موجوده لمده من 24 ل 48 ساعه بعد احنا ما بنخلصها. يعني انت ممكن لو في جزئيه فاتتك ممكن تشغل الحصه مره تانية وتسرع الفيديو لغايه ما توصل للجزئيه ديت، بس بعد ما تنتهي الحصه في البث المباشر. وبعدها بتروح فين؟ بعدها بتنزل على اليوتيوب وتقدر ان انت تحملها برضو وتحتفظ بحل الاسئله عندك، هيبقى عندك، ما انتش محتاج مكان اخر، لان كل شيء تم حله على منصه البث المباشر. السؤال اللي بعده: استغرقت اقصى ازاحه لوتر مهتز 2/1000 ثانيه فعايز تردده. طبيعي اقصى ازاحه يعني الان بربع، مع اقصى ازاحه يعني ربع اهتزازه كامله. واستغرقت زمن، ادي اداك الزمن، وعايز نيو على طول. نيو بتساوي لنا على تيو في خطوه واحده تطلعها، وبتبقى الاجابه الف. لكن افرض ان انا عايز احلها بطريقه ثانيه، انت مش قلت لي ان الزمن الدوري 4 في زمن ساعه اهتزازه؟ والله قلت لك كده مظبوط. هضرب الاربعه في 2/1 تطلع 8/1 أكد. طيب يعرف اجيب النيو مقلوب التي، اقسم كده 1/8/1000 هتبقى 1/8 ب125. مظبوط يا ابني، انت ممكن تعمل حاجات كتير. يعني معلش، يعني ده اسهل حاجه. مثلا لو رسمت كده، دي دوره كامله، هو بيقول لك الحته ديت لوحدها 2/1، لو مشيت بانتظار 2/1 يبقى ده 4/1، 6/1، 8/1، مش 2 4 6 8، ادي الدوره الكامله من غير حاجه خالص. انا عايز طلاب واقفه على ارض صلبه في الفيزياء،
عايز الناس تبقى بتتنفس فيزياء. الفيزياء هي مادة، أهم مادة في الحياة، فهي علم الطبيعة. يعني حتى البكالوريوس اللي بناخده اسمه إيه؟ بكالوريوس الطبيعة. لأن كلمة فيزيكس ديت يا أولاد، يعني أنا مش حابب إن أنا أدخل في مواضيع فرعية، لكن المعلومة ديت أعرف إن كلمة فيزيك هي كلمة أساسا يونانية ومعناها الطبيعة. فأنت بتدرس الفيزياء، أنت بتدرس كل حاجة في الدنيا. إذا أردت أن تقدم أمة فعليك بزيادة الدراسة في الفيزياء، وده توجه الوزارة. ودي أنتم شايفين السنة اللي فاتت كان يعني بندرس للطلبة حصتين في الأسبوع في المدارس، السنة دي بنتكلم في 5 حصص. شوفوا اهتمام الدولة بالفيزياء وصل لفين. يعني 5 حصص، يعني المدرس لو انت بتروح 5 ايام في الاسبوع، يعني المدرس بيدي لك فيزياء كل يوم. كل يوم بتحل مسائل وبتحل اسئله وبتتغلب على مشكلات فيزيائيه. يعني بصراحه تفسير ظواهر، احنا عايزين نتنفس فيزياء علشان البلد كلها ومصر تتقدم. فالسؤال حليناه باكتر من طريقه اهو، ويا ريت الناس تكون استوعبته. تعالى كده، بيقول لي يمثل يعني بندول ده مرا بالمواضع A و B و C و D و E. فالمسافة دي قد دي قد دي قد دي، كلهم قد بعض. طب الإزاحة AD والإزاحة AB ديت قد ديت، يبقى السرعة هنا قد السرعة هنا، لأن هنا بتتناقص وهنا بتتناقص بنفس المعدل. فطالما المسافتين قد بعض يبقى السرعة هنا هتبقى زي السرعة هنا، يبقى النسبة بينهم 1:1. الشكل المقابل يمثل العلاقة بين سعة الاهتزازة دي والزمن الدوري. السؤال ده سؤال جميل جدا جدا جدا. أي اختيار يمثل النسبة بين تي اي على تي بي؟ تعالى كده، وعايز الزمن الدوري. الزمن الايه؟ الدوري. الزمن الدوري يا أولاد ابدأ من أي نقطة وانتهي عند أي نقطة؟ شايف دي؟ ديت يا حبيبي انت وهو هتبقى الزمن الدوري للموجة الحمراء. ولو بدأت من هنا لهنا هتبقى الزمن الدوري للموجة الخضراء. يعني انت لازم تبدأ من نقطة معلومة. واحد يقول لي طب ما انا ممكن أبدأ من هنا يا مستر. انت عارف دي في كام؟ مش كاتب رقم؟ ما تروحش هناك عشان خاطر ما تأذيش نفسك. ليه؟ واحد يقول لي يا استاذ طب ما طالما ديت 2 من 10 تبقى ديت 1 من 10. ماشي كده صح، 1 من 10 يعني مش صفر، يعني مش صفر، خلي بالك، يعني مش ايه؟ مش صفر. فخلي بالك عشان خاطر الامور كده مش ماشيه ايه زي ما انت متخيل يعني. طب ما نمشي على اماكن احنا عارفينها يا اولاد. ازاي اماكن احنا عارفينها؟ اقول لك انا، من النقطه دي لكده كده 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 وانت ماشي لغايه هنا 1.8، بدايتك 2 من 10، نهايتك 1.8. تمام؟ يعني انا بدات من نقطه معلومه اللي هو بدا من عندها الحساب، لنقطه معلومه اللي هو انتهى عندها الحساب. حلو، يبقى الزمن الدوري هنا من 2 من 10 ل 1.8 يبقى 1.6، يبقى دي زمانها 1.6. طب الثانية بدأ من 2 من 10 لغاية هنا، يبقى 8 من 10، يبقى تي هنا 8 من 10. 8 من 10 على 1.6 بنص أهو، يبقى تي اي 1 ناقص 2 من 10، وهنا 1.8 ناقص 2 من 10 يبقى 8 من 10 على 1.6 تطلع بنص. فيش طريقة تانية؟ في كذا طريق. بص يا حبيبي، مش انت الزمن من هنا لهنا هو نفس الزمن؟ هات نيو اي على نيو بي. رد ليه يا عم؟ هقول لك دلوقتي، مش النيو بتساوي ان على تي؟ التي انت واخد نفس الزمن ثابت؟ يبقى ان على ان. الاحمر من هنا لهنا موجة 2، يبقى ادي 2، والاخضر 1. طب لما يكون النسبة بين الترددين 2 على 1، الزمن الدوري مطلوب يبقى 1 على 2. يبقى اقدر اقول ان تي اي
على التي بي بنص. طب معلش حل تالت، لو جبت الزمن الدوري بتساوي تي على ان، وانت واخد زمن ثابت يبقى الزمن علاقة عكسية مع الان، ومنها اذا لو عايز تي اي على تي بي يبقى عدد دورات A على عدد دورات B، عدد دورات B على A، عدد دورات B موجة واحدة أو اهتزازة واحدة، وعدد اهتزازات A 2 يبقى نص. أنت نفسك في إيه؟ الفيزياء كلها بتسمع في بعضها وكلها زي ما أنت شايف المتعة سيدة الموقف. تمام؟ فأرجو من الناس كلها إن تبقى الجمهور يعني واضحة للجميع، و يعني قدامك أكتر من حاجة. تردد عقرب الثواني، لما حطيت السؤال ده أول مرة الطلاب استغربته، عقرب الثواني إيه؟ فين يا أستاذ السؤال؟ فين الأرقام وفين المعطيات؟ يا حبيبي انت عارف ان التردد مخلوب الزمن الدوري. تعال نشوف الدورة الكاملة، لو العقرب بدأ من اي مكان عشان يكمل دورة بيرجع لنفس المكان يبقى 60 ثانية. مش عقرب الثواني بيكمل دورة كاملة 60 ثانية؟ اه. طب ما التردد مخلوب الزمن الدوري. تمام؟ وبالتالي هيبقى 1/60. سهلة. طب يا شطار تعرفوا تجيبوا لي بقى انتوا مع نفسكم كده تردد عقرب الدقايق؟ ايوه، مع عقرب الدقايق هيكمل يعني دورة كاملة خلال ساعة، يعني 60 دقيقة. يبقى 60 دقيقة في 60 ثانية ب 3600، يبقى 1/3600، ولذلك هي من ضمن الاختيارات. طب السؤال، طب عقرب الساعات، لا هسيبكم تفكروا فيه بقى. أبنائي وبنات الطلاب، عقرب الساعات أنت هتشوفه بيكمل كام دورة؟ تمام؟ أنت هتشوفه بيكمل كام دورة؟ طبيعي إن عقرب الساعات هيكمل 12 ساعة، بعد 12 ساعة يكون كمل دورة. يعني لو افترضنا ان عقرب الساعات الصغير ده جيم، راح ماشي 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 كده لغايه ما جه عند الساعه 12 مره تانية، كده كمل 12 ساعه. مش احنا عندنا في 12 اي ام و12 بي ام، صح؟ فطبعا بيكمل دوره كامله خلال 12 ساعه، يبقى طبعا هيبقى زمن الدوره بتاعته 12 ساعه. 12 ساعة. طب 12 اور لما نحب نحولها لثواني، يا اما مرة واحدة تضرب 12 في 3600، يا اما 12 في 60 في 60. ماشي؟ ولذلك طبعا انا كتبتها لكم اللي هي 43200، وبالتالي لو عايز ده الزمن الدوري التردد طبعا هتبقى مقلوب، لاني انا دائما الهرتز هي ثانيه اس سالب واحد، يبقى لازم نحول لثواني. ابنائي وبنات الطلاب الاعزاء في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، خدنا مع بعض خمس مفاهيم من اقوى خمس مفاهيم في الحركه الاهتزازيه في جميع الدنيا، يعني في اي كتاب فيزياء عامة هتلاقي الخمس مفاهيم دول أساسيين عندك، وهم الإزاحة وسعة الاهتزازة والاهتزازة الكاملة. وعرفنا إن الإزاحة بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه، وأن سعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع سكونه، وما قلناش في لحظة معينة لأن هي بيبقى له مقدار سعة اهتزازة أو مقدار سعة اهتزازة واحد، يعني الكمية دي كمية قياسية. كمان خدنا الاهتزازة الكاملة وعرفنا إنها تتضمن 4 سعة اهتزازة،
خدنا التردد اللي هو عدد التكرارات كل ثانية، خدنا الزمن الدوري اللي هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة أو تكرار كامل، تكرار اهتزازة كاملة. طبعا يا أولاد إحنا بنتعامل مع عدد اهتزازات، دورات، نبضات، موجات، خطوات، دفقات، دفعات، أي تكرارات. يعني لو قال لك إن في جندي بيمشي بمعدل 120 خطوة في الدقيقة، احسب التردد والزمن الدوري. تردد 120 على 60 ب2، يبقى الزمن الدوري نص نص على طول كده. يعني انا عايزك تبقى بتتعامل مع الفيزياء، مع علم الطبيعة، علم الكون اللي احنا عايشين فيه. الفيزياء هي المادة الجميلة اللي بتخلينا نرتاح نفسيا لما نفسر الظواهر ونلاقي القوانين شغالة معانا، علشان خاطر تعرفنا ما يعني احنا التنبؤ بما سيحدث بيتم عن طريق القوانين. وادي انتوا شايفين طبعا بنيجي نقول الجو بكره هيبقى كذا، الجو هيستمر لمده كذا، نعمل حسابنا وكذا، كلها قامت على اجهزه قياس فيزيائيه تقدر ان انت، وظواهر تم تفسيرها وطلعت ان الظواهر مثلت بشكل صحيح. ابنائي وبنات الطلاب، معادنا الحصة اللي جاية إن شاء الله يوم الأربعاء مع الحركة الموجية، هندرس فيها الموجات الميكانيكية والكهرومغناطيسية، الموجات الطولية والموجات المستعرضة، ونعرف فيها الطول الموجي لكل منهما ونحسبهم، وهنختم الفصل بمجموعة كبيرة جدا من المسائل. انتظرونا في أقوى حصة الحلقة القادمة، وهيبقى الفصل الأولاني بيلفظ أنفاسه الأخيرة، وعايزين نعمل عليه حصة بعدها نحل فيها أسئلة فقط علشان يتم يعني فهم الفصل فهما جيدا. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.